رمضان، نتمنى يا رب التوفيق. وادي صور لكابتن رمضان مع جماهير النادي الاهلي ومع حمزه علاء حارس مرمى النادي الاهلي. بالمناسبه كابتن احمد، مرنت حمزه؟ لا الحمد لله، انا مرنت في اللي هيلعبوا البطوله دي حوالي 6 منهم، ياه قول لي. يعني بسام وكوكو الثلاثة والجرحي بتاعه والتالت بتاعهم ومحمد الشناوي طبعا واحمد الشناوي ومصطفى شوبير. وعواد. مصطفى شوبير كان عنده 4 سنين لسه. بس انت مرنت؟ شويه كده لا شويه. يعني انت خدته في البدايه لا كنت هو كان بتعمله. منزل صوره قريب بيقول لك اول ما نمسكني الكوره. ايوه صحيح، ايوه صحيح. يعني انت بدات معاه من البدايه وجيت شاورت لي عليه يعني. لا هو جه خد جوانتي، كان زبله كده صغير كده، زئرد. فجه خد جوانتي مش عارف من احمد فوزي او حد، وجه عايز يشتغل. قلت له طب تعالى يلا. حتى نزل الصوره، الصوره دي كان بقى لها يمكن ست 30 سنين او سنه. 7 سنين. لا مش 30، هو لسه ما كملش. لا الصوره دي بقى لها 20 سنه على الاقل، لانه 20 كان عنده سنه 4 سنين كان خمس عنده اربع، سنين كان هي بقى لها 19 سنه مثلا. كان عنده 5 سنين، فجيت كان اول كده ظهوره النادي الاهلي. اديته، لقيت ايه ده؟ ده فعلا بقى هيبقى حاجه ده ولا انا ايه؟ في الوقت ده ما كنتش اعرف انه راح النادي، خلي بالك. والله كل ما بحكي القصه دي الناس الاول كانت بتتريق عليا، لكن فعلا هو قعد فتره كده انا ما اعرفش انه راح النادي. بس انت يعني وطبعا كذا مره، وكان دايما انا دايما متواصل معاه دايما ومعاهم كلهم طبعا. طيب خليني اسالك، لو احمد ناجي مدرب حراس مرمى النادي الاهلي النهارده وبتلاعب نادي زي سيراميكا، بتشتغل معاهم ازاي؟ مش شغل التكتيك بقى، بتتكلم على المنافسين، يعني مين تاخد بالك هنا، مين بيلعب هنا ضربات ثابته، مين كرات عرضيه، الشغل بقى اللي هو المهم اللي في هو الملعب. دلوقتي في كرة القدم بيبقى في فريق محللين. انت ضربت كمان احمد الشناوي في المنتخب. طبعا احنا انت لما اقول لك قلت محمد محمد واحمد. الشناوي واحمد الشناوي ومحمد ومحمد عواد عواد. صح ثلاثة، نعم. ف بيديك داتا تشتغل عليها. يعني اكيد المحللين في فريق المحللين في النادي الاهلي نعم. اشتغلوا على السكواد بتاع سيراميكا كويس جدا، عندهم سرعات، عندهم تحولات ممتازة جدا، عندهم مدافعين على مستوى عالي طبعا، عندهم خبرات بيكهام ورجب سعد سمير. وكل لا كل الخطوط عندهم لعيبه كويسه، غير الاستخدامات اللي جابوها نعم من بيراميدز. أربعة. فريق محترم، ولابد ان احنا نشتغل شغل فيه احترام كبير للمنافس عشان يبقى فيه نتيجه كويسه ان شاء الله. مين